أهلا مشاهدينا من جديد، وصلنا الآن إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية بتكون مع اليوتيوب. اخترنا لكم فيديو لمواطن يصور القيادة الخاطئة لمركبات نقل المعلمات والطالبات، ونتابع. جماعة هذول باصات مدارس، شوفوا كم أمشي أنا، أمشي 140، الآن أمشي 140 الساعة 7 وربع بين الساعة. شوف اتجاه كرون، طريق المدينة حايل، متجهين إلى حايل من عند مفرق الصيهد، انكسر العشروات. شوف إلى الآن ما قدرت أتجاوزها. بالله هذول يسوقون بالطالبات خاص بنقل الجامعات، أبو سرح جامعة حايل. قدم 48، شوف الثاني، شوف امشي 150 الى الان ما تجاوزت، شوف 160 هذا هو، شايفينه شايفينه متجهين الى حايل، هذولي ينقلون جامعات الى حايل، طريق المدينة حايل من عند قصر العشروات. يا جماعة حرام يسوقون بناتنا وعيالنا هذول. مشاهدينا إلى موضوع آخر، طبعا علاقة الطالب والمعلم من أهم العلاقات الإنسانية، واللي أكيد تسهم في تنمية المجتمعات وتطورها، وأكيد تسهم في طبعا شخصية الإنسان أو الطالب لما يكبر. مشاهدينا، سيدتي كانت في ندوة برعاية مجلة سيدتي، والتفاصيل نتابعها في التقرير التالي. برعاية مجلة سيدتي، أقامت مدارس المملكة في العاصمة الرياض ندوة بعنوان العلاقة بين الطالب والمعلم رؤية تجديدية، وتهدف الندوة لمناقشة جملة مواضيع ترتبط بتوصيف العلاقة بين المعلم والطالب، والبحث عن صورة علاقة جديدة بين الطالب والمعلم لتلبي احتياجات الطالب وتطلعات المعلم وأمال المجتمع، بحيث تنتج جيلاً أكثر جاهزية لتحديات العصر. طبعا علاقة الطالب والمعلم شيء تهتم به مجلة سيدتي، خاصة في ظل بعض المواقف والحوادث اللي حصلت الفترة الأخيرة في المملكة من بعض التجاوزات من الطلاب على المعلمين. حبينا النهاردة نحن نطرح علاقة الطالب والمعلم من ناحية تاريخية، من ناحية تأصيل تاريخي، وتكلمنا عن الواقع طبعا وانعكاسات تطور المجتمع السعودي ووسائل التواصل في العلاقة ما بين المعلم والطالب. ما هي الوسائل اللي تخرجت فيها في الندوة؟ شارك في الندوة اليوم عدد كبير من الخبراء في علم النفس والاجتماع والتربويين والمسؤولين في مدارس المملكة. طبعا كنا بننظم اليوم الندوة مجلة سيدتي بالتعاون والشراكة مع مدارس المملكة في الرياض. خرجنا بعدد توصيات كبير ما شاء الله، لكن أهم التوصيات كانت إن هو تغليب الجانب المواد العملية اللي فيها مشاركة ما بين الطالب والمعلم، بعيدا عن المواد اللي بيسموها المواد الصفية، يعني تكون مواد لا صفية تتضمن نشاطات ثقافية، نشاطات رياضية اجتماعية، دي بتخلق تواصل ودي ما بين الطالب والمعلم، بحيث انها تكسر العلاقة القديمة اللي كانت بين الطالب والمعلم اللي هي الأبوية. دلوقتي النمط يمكن أكثر في اتجاه اللي يكون أخوي، علاقة أخوية ودية ما بين الطالب والمعلم. التعليم فن صناعة المستقبل، وهو فن الحياة من أجل التطور والتقدم، ولا يمكن أن يحقق التعليم أهدافه دون علاقة صحية بين أهم طرفيه المعلم والتلميذ. فالطالب والمعلم هما عنصران هامان من عناصر التربية، وتأتي الأسرة كعنصر ثالث يكمل هذه العناصر.
إذا مشاهدينا أكيد طبعا كاميرا سيدتي متواجدة في كل طبعا حدث هنا في سواء في الرياض أو في المملكة يهم مشاهدينا. فقراتنا مستمرة لكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: تجارب قارئات سيدتي مع الحب العائلي، اكتشفوا أساليب متفاخرة الكشخة، جديد الجمال والأزياء لفصل الربيع، سيدتي عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل: دورة خاصة في جدة لتعريف المريض بحقوقه وتدريب العاملين الصحيين فنون الاتصال.